في إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تواصل مملكة البحرين توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات القائمة أثناء الحجر المنزلي الاختياري، إلى جانب توزيع أساور إلكترونية ذكية على الجميع لمتابعة التزام الحالات بكل يسر وسهولة في الحجر المنزلي. خطة استباقية محكمة وضعتها مملكة البحرين لتوفير كافة المستلزمات الطبية من الدواء للتصدي لفيروس كورونا، فمنذ بداية أزمة انتشار الفيروس في العالم وفرت المملكة مخزون استراتيجي من الدواء يكفي كافة الحالات المتواجدة والمستقبلية للقضاء على فيروس كورونا. بالتوجيهات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 يتم تجهيز المستلزمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة للعزل المنزلي الاختياري. مستلزمات طبية وهي تكمن في المعقمات زائد القفازات زائد الكمامات زائد قياس نسبة الحرارة زائد قياس نسبة الأكسجين في الدم مع الأدوية والمستلزمات. ونحن كمجتمع واعي لدينا من المستلزمات الطبية ما تكفينا للحالات المستقبلية، ولكن بإذن الله سوف نتجاوز هذه المحنة. حيث تقوم هذه السواعد الوطنية بنقل المستلزمات الطبية من الدواء من مستشفى العسكري إلى مركز العزل الشامل بمنطقة عالي. في هذا المكان يتم توعية المصابين بالأنظمة والإرشادات الصحيحة مطبقين لأعلى معايير منظمة الصحة العالمية، حيث يبذل الأطباء جهودا جبارة في خدمة الحالات القائمة. تم الموافقة على إقرار اللي هو العزل المنزلي الاختياري تحت ضوابط وشروط محددة. طبعاً أول يتم جدولة المواعيد عن طريق 444 ويتم تسجيل المرضى الحالات القائمة، وبعدها يجون إلى مركز الشامل للإعاقة في عالي، وبعدها يدخلون يتم في ممرض يستقبلهم، يتم تصنيفهم، يسألهم بعض الأسئلة اللي هو العمر، يكون لازم أقل من 60، هل يعاني من أي أمراض مزمنة مثل السكر والضغط، أو هل عنده أي أعراض أو أعراض خفيفة. طبعاً في النهاية يسلمون السويرة، وطبعاً يتم متابعته من غرفة العمليات عن طريق هاي السويرة. يتم يطرشون نفس المنبهات على أساس أن يتأكدون أنه يصور روحه ويتأكدون من مكانه ومطابقته للعنوان، وأنه هو عازل روحه في هالمكان الصحيح. يتم تسليم البوكس للحالات القائمة. هذا البوكس يتم تسليمه من قبل وزارة الصحة، حيث يحتوي على معقم قفازات الكمامات ومسكنات للحرارة من هالبنادول، ويحتوي على جهاز مقياس الحرارة ومقياس لنسبة الأكسجين. الحالة القائمة بالفيروس كورونا لازم يلتزم بالعزل المنزلي ويبتعد عن أي أحد غير مصاب. عملية منظمة وسلسة تقوم بها وزارة الصحة لحظة وصول الحالة القائمة للمركز من خلال إرشاده وتوعيته بالتعليمات الصحيحة اللازمة بالفيروس. هذا وتواصل مملكة البحرين متابعتها المستمرة واهتمامها البالغ بالحالات القائمة عن طريق التكنولوجيا الحديثة لتسهل على الأطباء القضاء بكل يسر وسهولة على انتشار الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.